إذا للوقوف عند خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار وتعمق الأزمة الاقتصادية في العراق رغم ارتفاع أسعار النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي العراقي. دكتور صباح، السلام عليكم. يعني أسعار النفط عادت للارتفاع، ما يبدو أنها ربما انعكست وتنعكس على الخزانة في العراق، إذا لماذا لم ينعكس هذا التحسن على الدينار العراقي دكتور؟ حقيقة من المفترض أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإيرادات الداخلية إلى العراق من المفترض أن تعمل على تحسين قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة، ومنها الدولار بالدرجة الأساسية، خصوصا وأن القرار في عملية تخفيض قيمة الدينار الذي أكل حصة معيشة المواطن العراقي بنسبة لا تقل عن 25 إلى 30% من دخله الشهري. وهذا شكل زيادة في نسبة الفقر وارتفاع في البطالة، إضافة إلى ارتفاع في أسعار المواد المستوردة من خارج العراق. ولذلك نلاحظ من المفترض أن موازنة 2022 التي ما زال لغاية الآن منذ 10/10 ولغاية اليوم لم يتم تقديم الموازنة وتخصيصاتها وكذلك أيضا أهدافها وحالة الاستثمار الموجود بها، بارتفاع أسعار النفط من المفترض هناك تخطيط، خصوصا وأن المؤشرات الدولية وكل المراقبين الدوليين يؤكدون أن عام 22 سيكون ارتفاع أسعار النفط تتراوح بين 80 إلى 100 دولار. أي بمعنى أن اعتماد الموازنة من المفترض أن يكون على 70 دولار وليس كما كان في عام 2021 اعتمد على 45 بعدها عدل إلى 50 أو 55 دولار. لذلك هناك فائض كبير جداً من المفترض أن يحتسب في استعادة قيمة الدينار العراقي كما كان أو حتى تقويته بشكل أكبر دعما لمعيشة الفرد العراقي، ويعطي إمكانية عالية لتخفيض نسبة الفقر وبنفس الوقت يفتح المجال لعمليات الاستثمار للشركات والرساميل الأجنبية. هو في هذا الإطار دكتور صباح، يعني ماذا عن الخطط الحكومية؟ ألا يجب أن تلحظ الأوضاع الاقتصادية في العراق؟ طبعا يعني هناك قطاعات كبيرة متروكة، لماذا لا يجري الاستثمار فيها؟ ما السبب في ذلك؟ حقيقة هناك من يهيمن على اقتصاد العراق من حيث التخطيط والموازنة والتخصيصات والإيرادات، حقيقة لا يسمح، وهي أجندات خارجية لا شك في ذلك وليست أجندات داخلية. عمق الفساد المالي والإداري لن يسمح لاستثمار الأموال والإيرادات الداخلة إلى العراق كي ينهض الاقتصاد بكل جوانبه ممثلا بالصناعة والزراعة والخدمات والتجارة وغيرها، لأن هناك أجندات مستفيدة من خارج الحدود. ولذلك نلاحظ العراقي الإنسان العراقي يعاني معاناة كبيرة جدا، خصوصا وأن هناك نسبة لا تقل عن 90% من الشعب العراقي إيراداتهم الشهرية منخفضة عن مستوى المعيشة الدولي أو المواصفات الدولية للمعيشة، وهذا يشكل خطرا في زيادة نسب البطالة ونسب الفقر بالعراق. دكتور صباح، يعني ماذا عن الأجيال المقبلة مع هذا الإنفاق الحكومي الكبير سواء كانت بالعملة الأجنبية أو حتى في النفط؟ ماذا سيكون مصيرها؟ يعني غياب صندوق ائتماني لهذه الأجيال إلى أي مدى يؤكد فشل التخطيط الحكومي؟ نعم، حقيقة هناك أيادي خفية تعمل في هذا الجانب لعدم النهوض به ورسم مستقبل واضح المعالم للأجيال القادمة من خلال هذه الإيرادات، خصوصا وأن النفط مستقبلا 20 سنة 30 سنة القادمة ستنخفض عمليات استخدامه في العالم كله.
ولذلك سيكون الطلب عليه ضعيفا، مما يؤدي إلى زيادة في عمليات الفقر العراقي الاقتصادي المستقبلي خلال 20 سنة القادمة حقيقة. بينما أنا أتوقع أن 2022 إذا كانت هناك مصداقية للموازنة يجب استبعاد أي شكل من أشكال القروض الداخلية والخارجية لارتفاع أسعار النفط، ومن المحتمل الشهر القادم قد يكون النفط ب100 أو ب90 دولار للبرميل الواحد، ولكن مع الأسف لا توجد رؤية استثمارية حقيقية وطنية في الحكومة العراقية سواء الحالية أو حتى القادمة، بل عملية الصراع من أجل الاستيلاء على المناصب وتقسيم الكعكة العراقية من الإيرادات. من عمان الدكتور صباح اللو الخبير الاقتصادي العراقي، شكرا جزيلا لكم.